وحده ولات دايره لينا فيديو في الطواليط، اشنو بقى الاخوان؟ تخيل معايا بنتك كتفرج في هذاك الفيديو مثلا، كتبان لها ديك قدوه، كتبان لها ديك شي حاجه، راه كتاثر عليها بطريقه غير مباشره. واحد القضيه نتفاهموا عليها الاخوان، الناس اللي عندهم وليدات، عندك وليد، عندك بنيه، كتقول انا ولدي راه مربيه. دونك الاخوان كتلقى ولدك ما كيخرج ما كيهضروش، يعني كتقول راه ما نخرجوش للزنقه، نربيه كيمشي لبلايص زوينين، كيقرا في مدرسه زوينه، ولكن اخويا الزمر ديال الفيسبوك ولا الزمر ديال التيك توك غيضرب لك كلشي في الزير. يعني ما تحسش بولدك حتى غتقول او ولدي شنو تيدير، انا ما ربيتش ولدي هكا. شام واحد كنشوفو كيقع لي بحالو، انا ولدي ما ربيتوش هكا. ديك بدا يهضر بواحد الالفاظ، ولا ولدك حتى هو يدير شي فيديو ماشي هو هذاك، وتلقى ولدك راه مبارطاجي في شي جروب ولا مبارطاجي في شي باج. ردوا البال الاخوان، راه اخطر حاجه هي هادشي ديال السوشيال ميديا. حضي ولادكم، التربيه ديالك الا بغيتي تكمل على احسن وجه هو انك تحضي التليفون ديال ولدك. الا ما كنتيش كتراقب ولدك في الفيسبوك وكتشوفو فاش كيتفرج، راك ما كتربيه ما والو. هذيك التربيه كامله الصالحه اللي كتربي ولدك وكيحسب لك انه غادي في واحد الاتجاه اللي زوين كتضرب في الزيرو هنا. هاد المؤثرين اللي ولينا كنشوفو، هاد الفيديوهات اللي ولاو كيطلعوا لينا، هاد المسخ، هاد قله الاداب، هاد قله اللحيه، وهادشي اللي ولينا كنشوفو، هاد الهضره، وهادشي اي حاجه ولات عاديه، راه شي حاجه الاخوان ما بقاتش كتعجب. يعني الوليدات الصغار 5 سنين 6 سنين 10 سنين 12 عام، يعني الدراري اللي في سن المراهقه، القدوه ديالو هو واحد ما كيعرفش يهضر، القدوه ديالو واحد كامل وشام. راه كتلقى عنده 6 سنين عنده تليفون، 6 سنين عنده تليفون، ما فيها باس غتشد هذاك التليفون، غتدخل الفيسبوك ديالو، تبقى تطلع تشوف الاهتمامات ديال ولدك شنو هي، تبقى تطلع بحال هكا تشوف ولدك لاش داير ابوني، لي باج اللي داير لهم ابوني، واش ولدي كيتفرج في محتوى اللي غيقدر يفيدو، واش ولدي مهتم بالقرايه، واش ولدي واش ولدي واش ولدي. الا كان اخويا مهتم بهادشي اللي كنشوف دابا انا، هادشي الاخوان راه صراحه والله الا تيضر في الخاطر، بلا مريح مع ولدك في الدار شي نهار شي كلمه يقولها ماشي هي هذيك، كتقول او ولدي فين تعلم هادشي. الناس ما تردوش البال، يعني ولدك شاد التليفون ومريح في الدار او ما خارجش للزنقه، ولكن هذاك التليفون اخويا راه هذاك الشيء اللي فيه اكثر من الزنقه حاليا. ما غنقولوش الاخوان انه شحال هذه ما كانوش حوايج خايبين، ولكن حاليا الاخوان هادشي ولا تيتصور، وهادشي ولا كيتوثق، ولا التشجيع ديال التفاهه بزاف. اي محتوى تافه كنلقاو الناس كتبارطاجيه بزاف والناس كتفرج فيه بزاف، والمحتوى اللي كتكون فيه الافاده والمحتوى اللي كيفيد الناس حتى شي واحد ما كيتفرج فيه، حتى شي واحد ما باغي. وحده ولات دايره لينا فيديو في الطواليط، اشنو بقى الاخوان؟ تخيل معايا بنتك كتفرج في هذاك الفيديو مثلا، كتبان لها ديك قدوه، كتبان لها ديك شي حاجه، راه كتاثر عليها بطريقه غير مباشره، وهذاك التاثير الغير مباشر هو الاخطر حاجه. يعني كيتزرع هذاك الشيء، كيتزرع بشويه 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 بشويه، ولدك ما كيحسش كيبدا يدير شي تصرفات. دونك الاخوان، دخل اخويا الفيسبوك ديال ولدك، دخل هنا الفيديوهات، شوف ولدي فاش كيتفرج، نشوف اخر حاجه دخلها ولدي، نشوف فين كيقلب. دخل اخويا هنا الروشيرش ديال الفيسبوك، نشوف ولدي الباجات اللي كيقلب عليهم. يعني ضروري ضروري نراقب التليفون ديال ولدي، هذا هو العنوان ديال الفيديو، ضروري. بغيتي تربي ولدك حاليا، راقب لي التليفون ديالو. دخل اخويا هنا الروشيرش ديال الفيسبوك، نشوف ولدي الباجات اللي كيقلب عليهم. يعني ضروري ضروري نراقب التليفون ديال ولدي. الفيديو الاخوان ما كرهتوش يتبارطاجا للماكسيموم باش يطلع لبزاف ديال الاباء، يحضي ولادهم. هذا ما كان الاخوان، تبارك الله.